السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعضاء جروب صيدلية الهلال، أهلا وسهلا بحضراتكم وعام سعيد وكل سنة وأنتم طيبين، وعيد سعيد عليكم وعلى الأمة الإسلامية كلها وعلى كل مصر كلها. تحياتي ليكم، معلش النهاردة كان علينا ضغط شغل شوية، فعشان كده معرفتش أطلع منشور بالمساهمات اللي الجروب عملها النهاردة. الجروب عمل مساهمات كتيرة في الفطار، وجبة الفطار، الناس اتبرعت كتير النهاردة. طبعا كان آخر يوم، كان في وجبات، طبعا الوجبات اللي احنا بنعملها اللي هم 15 وجبه، وكان في وجبات اللي هي يعني سريعه لان العدد كان النهارده زياده، فجبنا لهم كشري برده، واليوم مشي الحمد لله على خير وكل سنه وانتم طيبين. الناس اللي اتبرعت لوجبات الافطار النهارده تحياتي ليكم ومتشكرين ليكم جميعا. طبعا ناس كتيره النهارده ساهمت معانا في ملء الاسطوانات الاكسجين، طبعا الاسطوانات كلها خارج نطاق الخدمه. جروب اتحاد اجيال شبرا خيمه بعت لنا منظم، انا هو معانا، هو اللي احنا متاح دلوقتي حاليا المنظم، منظم فقط لا غير كده. عندنا 12 منظم في الصيدليه، 11 منهم بره، معانا 10 اسطوانات اكسجين، ال10 كلهم في الخارج النهارده. طبعا احنا بنقول لكم كده عشان نوعيكم ان احنا يعني في مرحله يعني صعبه شويه. ناس انا مش هقعد اقول للناس كل يوم خلي بالكم، مش هقعد اقول لاهل السعاده والتعاون خلي بالكم، اهل السعاده والتعاون الاسطوانه برضو اللي خارجه النهارده ليها، فالناس تخلي بالها. احنا مش كل بس هنحذر من التزاحم، زي ما انتم شايفين التزاحم شديد جدا شديد جدا في المنطقه اللي حوالينا. مش عارف بقى الناس يعني البلد سايباهم بقى عشان عيد وكده، ولا الناس نفسها ما عندهاش وعي، ولا في ايه، مش عارف. الناس ولا كانها اخر يوم ليها في اللبس، اخر يوم عيد، اخر عيد ليها في الحياه، يعني يعني زحمه بطريقه فظيعه. مش هقول لكم بقى ان في حظر ومفيش حظر، مفيش الكلام دوت. الحظر بقى خلاص، يعني هو اصلا المفروض ما كانش يتعمل. احنا مش عايزين حظر، احنا عايزين الناس يبقى في تباعد اجتماعي. طبعا هنا تباعد اجتماعي صعب جدا، يعني انا عشان النهارده اوصل بس لاخر الشارع قعدت حوالي مثلا من نص ساعه لساعه الا ثلث، ولا عارفين نركب ولا عارفين نمشي ولا عارفين نعمل اي حاجه. يعني الناس تخلي بالها، احنا ما بنقولكوش ما تلبسوش، البسوا بس بعقل، البسوا بس يبقى فيه وعي، البسوا بس المحل ما يبقاش فيه مثلا 50 واحد منهم مثلا 3 هيشتروا و50 جايين مع اللي هيشتري عشان يتفرجوا ويقولوا له ان انت اللبس ده حلو وجميل، وانا مش عارف هو هيخرج يروح فين. يعني انت هتخرج لو رحت زيارة عائلية ممكن تلاقي حد من العائلة عنده لا قدر الله اصابة، شواطئ او كافيهات او قهاوي او حاجة كله مقفل في العيد. انت هتلبس مثلا عشان خاطر هتجيب حاجة جديدة، ماشي مفيش مشكلة، كنت يعني سبق شوية، الدنيا زحمة مفيش مشكلة، يعني هات يعني يومين العيد بيبقوا الدنيا هادية شوية اشتري فيهم، كده كده انت مفيش خروجات. فانا مش عارف الناس يعني ضغط كبير جدا على شارع نصر وشارع الثورة، وبرضه انا اتمشيت شويه جوه بتجول كده في المنطقه، بحاول اشوف المنطقه عشان خاطر بقى ايه. احنا خلاص يعني مشاكل المتطلبات بتاعتنا زادت، فاحنا بنبص بقى على شارع الثوره. مشيت النهارده لغايه البنزينه، الصراحه يعني طريق عرابي، مش هقول لكم زفت ولا حاجه اقوى من زفت. احنا بجد احنا في منحدر شبرا خيمه كده، يعني احنا قلنا فرحنا ان في ناس دخلت هتخش حتت معينه يعني مناصب معينه، فاحنا فرحنا وقلنا الناس دي هتساعدنا وهتنظف لنا الدنيا وهتظبط لنا البلد وشبرا هتبقى كويسه، وبنوعدكم ان شبرا الخيمه دي هتبقى مدينه الانتاج الاعلامي، ويعني صوروا لنا كده او وهمونا وعملوا لنا من البحر طحينه زي ما بيقولوا، وقالوا لنا انتوا هتبقوا جنه، شبرا خيمه هتبقى يعني مش عارف المناطق اللي طالعه جديده ديت الواحد يعني تعب يعني من كتر الفرجه على الاعلانات، انا مش حافظ اساميها، زاد ولا زد ولا يعني مناطق، يعني احنا الواحد بيشوفها بيجي يقارن ما بنعرفش هي المناطق اللي هم عاملينها ديت بيبقوا برضو فيها مرشحين وفيها انتخابات وفيها حي برضو، يعني المناطق دي بيبقى مش عارف. انا هبص خلاص يا دكتور مش قاعد على كرسي، فعلا والله هم قاعد على كرسي، انا نفسي اعرف يعني طبيعه الكرسي دوت مصنع من ايه، لان سبحان الله كل اللي بيجي يقعد على نفس الكرسي ده مش عارف ما بيقومش تاني ليه، او بيقوم عشان يتصور في حتت معينه. اقسم بالله كميه زباله او كمامات بقى، يعني كمامه بقى او اكياس زباله
مش واخده نص الطريق، ده واخده ثلاث ارباع الطريق. وكنت انا من يومين كان الجروب بتاع اتحاد اجيال شبرا خيمه كان عارض ان في ولد عربيه نقل كمامه كانت يعني موتته. يعني دي حاجه الناس تخلي بالها. انت دلوقتي عربيات جايه تشيل زباله، الاطفال واقفه بتعمل ايه؟ الزباله اصلا سد نص الشارع، وسواق النقل دوت المرايات بتاعته ما بتجيبش تحتيه خالص، يعني العجل ده ما بيشوفوش نهائي، يعني لو عربيه ماشيه جنبه ممكن يشيلها. تخيل بقى لو طفل، وسبحان الله كل رمضان لازم يموتوا طفل. انا مش عارف الناس بقى الوعي بتاعها فين. الناس الابهات والامهات مشغولين بقى بمسلسلات رمضان، خلصت خلاص اهي بقى، اصحوا لعيالكم، اصحوا لعيالكم، وحرام عليكم اللي بيحصل في شبرا ده. شبرا يعني مش هنقول لكم مشاكلها كبيره، والله ما مشاكلها كبيره. شبرا مشاكلتها حاجتين بس، الزباله بقى والمشاكل الزباله ماشي، وتنظيم المرور فقط لا غير. والله ما مشكله، اقسم بالله ما مشكله على يعني بقى اي حد ماسك حاجه في شبرا الخيمه، سواء بقى عضو سواء حي سواء اي زفت، استغفر الله العظيم يا رب. يعني مش عارف، احنا اخر يوم رمضان، والصراحه الواحد يعني انا بقالي كتير ما خرجتش بره المربع، بس لما خرجت حزنت على شبرا الخيمه. انتوا مننا المفروض اللي انتوا وعدتونا وبتتصوروا ومحسسنا ان على راي حد كده كان من فتره مصر دي فيينا، لا ده شبرا الخيمه فيينا، ولما نزلنا ما لقيناهاش فيينا زي ما قال بالظبط كده، لقيناها حاجه تانية خالص. اقسم بالله ده لو في الصومال، انا نفسي اروح الصومال عشان نشوف النظافه اللي هناك هي ولا شبرا الخيمه. يعني انتوا قلتوا هتعملوا حظ ماشي، ومش عارفين تنفذوه، قولتوا الناس تعيش حياتها عشان خاطر العيد، ما كنتوش قلتوا ان في حظ، ما يبقاش الواجهه من بره حلوه ومن جوه نيله وزفت واطرار، فحرام عليكم اللي انتوا بتعملوه في نفسكم دوت، وبتصدروا لمصر كلها ان شبرا الخيمه دي مدينه، يعني مش مدينه بقى، بلد. احنا المفروض دي يعني حاجه كبيره، شبرا الخيمه دي حاجه كبيره، احنا كنا زمان يا جماعه مشهورين جدا، كان العالم كله يعرف يعني ايه شبرا الخيمه. يعني الناس كلها كانت تعرف شبرا الخيمه من صناعه الغزل والنسيج دي اللي هي اتدمرت، اللي هي اتعدمت في مصر نهائي بسبب طبعا حاجات تانيه احنا بعيد عنها. شوف العربيه النقل كلها مجهزه مرايات، وكل مرايه ليها رؤيه، مفيش مشكله والله. العربيه النقل السواق انت وانا معرفش، بس انا كل ما اسال سواق نقل اقول له انت بتبقى شايف تحتيك، بيقول لي ابدا انا المرايات بتاعتي ما بتجيبش العجل نهائي. يعني المرايه من اول اخر عجله عنده ما بيشوفش حاجه بقى بعد كده، يعني العربيه لما تعدي جنب نقل انسى اللي هو يشوفها خلاص، عدى الكاوتش اللي ورا ده مش هيشوفه، هو بيبقى عالي فعمره ما هيشوف الحاجات دي خالص. انا ده لما بسال الناس اللي هم سواقين النقل، سواء بقى مات بقى بخطا السواق او بخطا الطفل، احنا ناخد عبره من المواضيع دي، مش كل سنه واحد يموت لنا بسبب الموضوع ده. انت دلوقتي عربيات حي نازله، معلش لازم أن يكون معاها يعني تامين عماله كده جنبها للعربيات، اتنين ناحيه اليمين اتنين ناحيه الشمال، ما يخليش اطفال تمشي تحت العربيات دي. بالنسبه للحي او الناس اللي نازله كتر خيرها تشيل الزباله في المناطق اللي ما يعلم بها الا ربنا دي، اللي اقسم بالله انا حاسس ان كميه الكمامه اللي في موجوده في يعني المربع ده اكتر من الناس اللي عايشه. انا حاسس ان الناس ماشيه بالعربيات مثلا من مناطق تانية بتقوم رامية زبالة وتقوم ماشي. يعني الناس تخلي بالها، سواء بقى الابهات امهات من عيالها، لما تيجي عربيات نقل تشيل كمية الكمامات اللي عندنا او كمية الزبالة اللي موجودة في المناطق، يعني حرام بجد والله كمية الفلوس اللي بتتلم من الطريق دوت تخلي شبرا الخيمة دي جنة. انا نفسي اعرف، يعني نفسي حد يطلع كده يقول الفلوس دي بتروح فين. انا مش عارف بياخدوا فلوس الكارتة دي بيعملوا بيها ايه، بياخدوا فلوس الزباله اللي بتنزل لنا على وصلات الكهرباء دي بيعملوا بيها ايه؟ الصراحه حرام، والله بجد حرام. احنا تعبنا وتعبنا من كل حد بيوعدنا اللي هو هيعمل حاجه لشبرا الخيمه وما بيعملش. يا ريت الناس يعني بجد تخلي بالها، كل واحد يخلي باله من الشغل بتاعه شويه، احنا مش هنتكلم كتير في المواضيع دي. كل اللي بنقدمه رساله للناس اللي مسؤوله عن شبرا الخيمه في كل حاجه بقى.
سواء عضو مجلس شعب، سواء ناس شغاله في الحي، سواء ناس شغاله في الكهرباء، سواء ناس شغاله في اي يعني وظيفه. احنا حتى في رمضان يعني مش هقول لكم راعوا بقى الدنيا شويه، لا انتوا احنا عايزين شغلكم، يعني احنا عايزينكم تعملوا شغلكم، ما بنطلبش منكم شغل لحد تاني. يعني احنا ما بنقولش معلش اللي مثلا واحد ماسك شغل في مدينه الانتاج الاعلامي بنقول له معلش تعالى شيل لنا الزباله بتاع الشبرا الخيمه، لا احنا بنطلب شغلك، شغلك اللي انت مسؤول قدام ربنا تعمله. انت مش عارفين تشيلوا شويه زباله من الشارع وبتقولوا شبرا الخيمه هتبقى فيينا وشبرا الخيمه هتبقى وهتبقى وهتبقى، يعني حرام حرام اقسم بالله. ده شارع حيوي ورئيسي، يعني انا كنت باخده زمان قبل بقى التجمعات وقبل التطورات وقبل الرصف اللي هو مش رصف، والله انا مش عارف الرصف بتاع شبرا الخيمه بتاع الطرق ده هل هو ده يعني هو ده الاسفلت اللي احنا بنسمع عنه ولا الاسفلت ايه؟ انا ما اعرفش، انا الاسفلت ده يعني المفروض بقى الناس بتوع الطرق والرصف بيبقوا عارفين يعني ايه سفلته، انا والله ما شايف طبقه سفلته اصلا. هو مثلا طبقه وبعديها مطب وبعديها حفره وبعديها واحد عامل جراج وبعديها واحد طالع مع عربيه كنافه وبعديها عربيات يعني اقسم بالله احنا مش عايزين اعاده تنظيم، ده احنا عايزين ديناميت، عايزين صاروخ صيني ينزل في شبرا الخيمه. معلش بقى السكان، احنا هنقول للسكان اطلعوا بره شبرا الخيمه لغايه اما الصاروخ ده يدمر شبرا الخيمه كلها، وبعد كده نعمل اعاده بناء لشبرا الخيمه تاني من اول وجديد. انا مش هطول عليكم اكتر من كده، الحمد لله بقى هنخش في تبرعاتنا احنا ومساهماتنا احنا واللي احنا بنعمله احنا. احنا الحمد لله ناس جابت لنا فلوس النهارده، قدرنا نساعد بيها ناس، جبنا لهم حاجات في لبس العيد، جبنا حاجات تانية يعني انا مش متذكر لان موضوع المشاكل بتاع شبرا الخيمة والحظر اللي انتوا وهمنا بيه بتاع شبرا الخيمة او اي بقى منطقة تانية، ما يعني احنا توهمنا خلاص، يعني انتوا وهمتونا اللي انتوا عملتوا حظر وهتحافظوا علينا، واحنا قلنا ماشي تمام وهن معاكم ومكملين، فخلاص بقى احنا زي ما انتوا شايفين كده لما عملتوا حظر والناس التزمت. طبعا زي ما احنا قلنا في حلقه قبل كده فرق التوقيت بين شبرا الخيمه وجمهوريه مصر العربيه مثلا حوالي بتاع 5 6 ساعات، يعني الحظر بيجي لنا هنا ان شاء الله يعني على الساعه 5 الفجر كده، الساعه 4 او 3 بيبدا الحظر عقبال ما الساعه تيجي، يعني في ميعاد الحظر اللي هو معلن عنه الساعه 9 بنبدا المحلات تقفل والدنيا بتهدى، فعشان كده الاعداد عندنا يعني بتزيد شويه، فمحدش يقلق، مش عايزينكم تقلقوا، هي الاعداد بتزيد للناس اللي هي ما عندهاش وعي او عندها درايه بموضوع الكورونا دوت. وكل لما تيجي تسال يعني حد انت عندك تقول له انت عندك كورونا يقول لك لا ده شويه برد عاديين كده وهيروحوا على طول، اديني والنبي مجموعه، اديني والنبي 3 عربيات. فعلا العربيات بتمشي عكس في الطريق اللي احنا ذكرناه دوت، بس احنا هنعمل ايه بقى؟ احنا هنعمل ايه؟ انا والله الطريق ده وانا صغير كده من فتره قبل ما الدنيا تزحم وقبل ما تيجي بقى انتخابات وقبل ما يجي كراسي وقبل ما يجي ناس كده كنا بناخده مشي في حوالي 10 دقايق والله كنا بناخده مشي من المؤسسه، كنت بوصل لغايه المنشيه البنزينه في تلت ساعه. دلوقتي انا يعني راكبين وواصلين المنشيه في حوالي اكتر من ساعه الا تلت، يعني ساعه الا تلت بالظبط عشان اروح مشوار اقعد فيه 5 دقايق او 10 دقايق، قاعد ساعه الا تلت انا رايح البنزينه، يعني المؤسسه البنزينه مش رايح مسافر، مش رايح مثلا بنها ولا وزنة ولا اسكندريه ولا رايح حته بعيده. احنا بقى احنا كده فعلا عشوائيه، احنا فعلا شبرا الخيمه دي يعني عشوائيه، احنا كده فعلا دخلنا في العشوائيه، فما فيش مشكله بقى، احنا بقى هنستحمل بقى ولا هنعمل ايه مش عارف، احنا نستحمل بس الناس بقى المسؤوله زي ما قلنا يا ريت تخلي بالها من شبرا الخيمه شويه. انتوا المفروض يبقى ليكوا دور، مش عايزينكم تتصوروا قدام العربيات اللي بتشيل او ماسوره غاز بتفرقع واحنا طفيناها. انت ليه بتستنى الحاجات دي تحصل؟ يعني انت ليه بتستنى من ماسوره الغاز تفرقع عشان تروح تتصور جنبها وتقول احنا طفيناها؟ وكانوا بيطفوها بايه؟ بميه، يعني سبحان الله غاز بميه، دي حاجه. الزباله اللي كانت حواليها يعني كويس اللي هي ما جاتش وبوظت لنا الدنيا. الزباله بقى انا الزباله دي مش عارف، انا مش عارف الناس يعني ايه، خلاص يعني ملهاش حل شبرا الخيمه، ملهاش حل، محدش ماسك اي حاجه في شبرا الخيمه يعرف يحل لنا المواضيع دي، يعني خلاص شبرا الخيمه مبقاش فيها اي مسؤول خالص، احنا بدون مسؤولين عن الكمامه،
انا مش عارف والله ما عارف. طب ما احنا بنشوفها للروضه كمان مش منشيه والله في كل حته. ما انا وصلت لغايه الروضه، وصلت لغايه مدرسه الروضه وابن الحكم، مفيش نهائي. انا كان الناس منزله صور صناديق زباله نازله وملونه، انا ما شفتش ولا صناديق زباله ملونه ولا اي حاجه. انا شفت شويه صناديق كده مرميه مثلا من حرب الاستنزاف، حواليها بقى كميه زباله يعني تغطي كل الدنيا. انا خرجت بره الموضوع، بس كان حاجه استفزتني النهارده فقلت اوضحها للناس لعل وعسى يكون معانا ناس. انا بشوف ناس كتيره معانا متصورين مع يعني ناس مهمه وناس ليها صوت في شبرا خيمه. بدل بقى ما نعمل هدايا، بدل ما كل يوم نروح نزور حد ونسلم عليه، بدل ما نغلي صوانات اكسجين تبع مصانع معينه. الرساله دي طبعا موجهه لناس كتيره يعني هتبقى عارفه نفسها، وكان للاسف يعني الناس دي ليها اسم كبير قوي في شبرا خيمه. فبدل ما نعمل الحاجات دي كلها يا ريت نراعي ربنا شويه في المواضيع دي. احنا ما بنطلبش منك يعني حاجه مستحيله، والله ما حاجه مستحيله. العربيات مرميه في الحي مش لاقيه اللي يشغلها، شغلوها بقى طلعوها. ما كنتش هتطلعوها تنضف شبرا خيمه، انتوا بتطلعوها فين؟ لغايه اما يعني تستنوا لما محافظ يجي، ولا طبعا وزير ما بيجيش هنا في شبرا خيمه، هو يعني يعني كبرنا اول محافظ. لو لما يجي عشان خاطر تشغلوا العربيات وتشغلوا الحاجه وتشغلوا بقى العربيات بتاعتكم وتقولوا الله شبرا خيمه. انا شفت والله قبل كده كان عربيات شجر، ده ما اعرفش، انا كنت بفكرها في الافلام بس. المحافظ جاي، عربيات جت شالت الزباله، عربيات جت حطت شجر، المحافظ مشي، العربيات جت شالت الشجر تاني، بعد 5 دقايق الناس رمت الزباله تاني لانها ما لقتش صندوق تاني. تحياتي ليكم، كل سنه وانتم طيبين، عيد سعيد. ان شاء الله باذن الله نحاول نطلع الفايز ومسابقه اليوتيوب قريب باذن الله، لا النهارده لا بكره بكتير، بس افضى بس عشان خاطر عندنا ضغط جامد. زي ما قلت لكم الاعداد بتزيد جدا، الصوانات كلها خارج نطاق الخدمه، ما عندناش غير منظم واحد من 12 منظم. فيا ريت الناس تخلي بالها. عيد سعيد عليكم، بس الناس تلتزم. يعني شوفوا العيد السنه اللي فاتت كان عامل ازاي، ورمضان السنه اللي فاتت كان عامل ازاي. سبحان الله احنا بدانا ننزل وبدات الاعداد تزيد اكتر، والناس تخلي بالها. وان شاء الله باذن الله نخلي شبرا الخيمه ديت عيد سعيد على شبرا الخيمه كلها، وكل مصر كلها، وكل الناس اللي دخلت معانا على البث المباشر. طبعا انا ما كنتش يعني مش يعني عامل البث، ومش يعني مش عامل ان انا اقول للناس تطلعوا او اعلن لهم على ميعاد، بس هو حاجه استفزتني النهارده في موضوع الزباله في شبرا الخيمه كلها. الزحمه المتناهيه يعني زحمه كتيره جدا، كمان المواصلات الداخليه صعبه جدا. فمتى لا تسيبونا نمشي على رجلينا زي زمان، لما توسعوا لنا بقى الدنيا، لما تظبطوا لنا تشيلوا لنا الزباله اللي في الشوارع دي، فلوس الكارثه اللي بتاخدوها، فلوس الزباله اللي بتاخدوها على وصلات الكهرباء، فلوس كتيره بتتاخد احنا مش شايفين منها اي مقابل خالص في خدمه رصف شبرا خيمه. البلاط اللي كنتوا بتنزلوه، كنتوا بتبلطوا الطرق الداخليه، خلاص وقفتوا الدنيا على كده خلاص ولا في ايه؟ عايزين الناس تشد حيلها شويه، عايزين الناس كل مسؤول شبرا خيمه كده يعني ياخد باله شويه من اهله. احنا اهلك برضو في الاول وفي الاخر، وانا والله لو بايدي حاجه اعملها كنت عملتها. كل اللي بنقوله بنوضح لهم الصوره لعل وعسى الصوره توصل لهم، لعل وعسى بدل ما تروح تسلم جوائز لناس وتوزع عليهم فلوس وانت بتعدي كده اكيد بتشوف يعني الزباله دي قريبه جدا من العربيات اللي انت بتمشي بيها. مصانع الاسطوانات اللي خلصت ديت انتوا مسؤولين عنها، بتغلوها ليه؟ والاسعار بتزيد ليه؟ يعني تزيد ليه من 1500 ل 1750 ونيجي نسال تقول لك مش موجوده؟ الناس طبعا انتوا عارفين طبعا الدنيا صعبه شويه، فيا ريت بدل ما تغلوا الحاجه على الناس يا ريت تساعدوهم. الدنيا بعد ما كانت بنملى الاسطوانه ب 40 جنيه بقت ب 100 جنيه اسطوانه الاكسجين. فتحياتي ليكم وتحياتي لكل الناس، تحياتي لكل اهل في شبرا خيمه، وانا والله نفسي اساعدكم باي طريقه. واحنا بنوصل صوتنا لعل وعسى صوتنا يوصل، ان شاء الله باذن الله هيوصل. احنا صوتنا وصل حتت كتيره، يعني مش معقوله صوتنا وصل اسيوط وسوهاج وصعيد مصر ووصل الدنيا كلها ومش هيوصل للمسؤولين في شبرا خيمه. تحياتي ليكم، ورمضان ان شاء الله خلاص بيودع، وكل سنه وانتم طيبين، وعيد سعيد عليكم وعيد سعيد على الامه الاسلاميه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.